الله يرضي عليكم. بالنسبه ليباتيت بي راه ما عندهاش الدواء. بوصفير العادي اللي كانوا تسميه الناس بوصفير العادي كان ديما كاين كيجي وتيمشي بوحده، راه تيبرى بوحده، راه ما عندوش الدواء. ولكن الا خديتو الدواء راه كاين واحد البره كدير 43000 ريال، وخصكم تاخذوها لشهرين، وراه كاع لا تاخذوها. يعني خصكم تقويو المناعه ديال الجسم، والفيروس ديال ليباتيت بي راه تيمشي، راه بوصفير تيبراو منه الناس، راه ما عندوش الدواء. الاطباء تيعرفوا هادشي احسن مني، يعني راه ما تيعطي والو الاطباء اللي صائبين، راه ما تيعطي والو صحاب ليباتيت بي، تيقول لي خصك غير. ولكن كاين حميه. هاد السائله اختي اللي سالت تعلم ليباتيت بي هذه، والله جزاك الله خيرا، والله سؤال يعني صائب. كاين حميه لليباتيت سي، بالعكس هو ليباتيت بي هو الدواء ديالو هو الحميه. واللي خايفين من ليباتيت بي اللي يدوز السي راه ما يمكنش، راه ليباتيت بي وحده ليباتيت سي كاين فيروسات ما ماشي بحال هادو. يعني ليباتيت بي ماشي خطر عليا، الا كان في الاطفال الصغار نعم، سنه وسنتين وثلاث سنوات بالنسبه للاطفال الصغار ممكن كاين حالات ديال الموت ومورتال، يعني ماشي مورتال، تيكون فاتال كاع. بعض المرات الطفل بعد يومين ثلاثه تيمشي. بالنسبه لالتهاب كبد سي، الان سمعوا الناس كل شيء بان الالتهاب الكبد سي طلع، والفيروس راه كاين عند الناس، ليباتيت سي كان ديما كاين عند الناس، الفيروس ديما كاين عند الناس. ولكن اللي خلى هذا الفيروس دابا يطغى هو ان الجسم بدا كيضعف. بمعنى الجسم منين كيضعف؟ كيضعف من الكبد. طبيب اول ما يفحص الشخص كيضغط على الكبد هو الاول، اذا كان الكبد جيد مزيان ما تيحس بالالم عاد تيبدا يسال اسئله اخرى طبعا. فاذا كان الكبد يعني ولا هش وتسمم، طبعا الجسم كتنقص المناعه ديالو، كتنقص يعني القوه ديالو، فالفيروس ديال ليباتيت سي تيطلع. وراه صحاب ليباتيت سي باش تيحسوا بلا فاتيك، تيحسوا بالعياء الشديد، يعني بالاعراض العياء الشديد، وما عندهمش شهيه للاكل، وخصوص العياء الشديد معنى ان الجسم اللي كيضعف الفيروس كيطلع كيزيد يضعف الجسم اكثر. فاذا كانت حميه غذائيه جيده على الاقل تسحبوا البيروكسيدات وتسحبوا الحلويات وتسحبوا المضافات الغذائيه. اذا زولتوا الحاجه المقليه في الزيت، واذا زولتوا الحلويات وحتى البهارات، يعني العطريه الحاره بحال البزار بحال يعني هي الكبد بالنسبه كتسمم الكبد. فإلا زولتوا هاد الثلاثه هادو البيروكسيدات الحاجه المقليه، وتجنبوا الخضره المرشوشه بزاف بحال الطماطم، تجنبوا هاد القضيه ديال الرش ديال البيستيسيدات، وتسحبوا يعني هادو الحلويات. طبعا الحلويات كلهم فيهم يعني مضافات غذائيه وكلهم تيصيبوا الكبد بتسمم، وتاخذوا اشياء طبيعيه وتزيدوا على الاشياء الطبيعيه بعد الحبوب اللي كتزيد في المناعه، وتزيدوا عسل لا اقل ولا اكثر. لا جولي رويال اللي عنده الفلوس يزيد غذاء الملكه مع العسل، اللي ما عندوش غير عسل وماء قبل النوم باش الجسم يتقوى الفيروس، يعني اما يبقى حبس. كاين حالات لا تشكل اي خطر ديال ليباتيت سي، ولكن الحالات اللي الترانزاميناز وصلت فوق 70 و90، والحالات اللي عندهم فوق 26 10 اس 6 26 مليون ديال هادو ديال الفيروسات في المليليتر ديال الدم، هادو حالات طبيعه العلم اللي كيديروا التحليله كيلقاو هادشي، كيكون الجسم يعني منهوك جدا منهوك. وكاين حميه للالتهاب الكبد سي، والان الان في مدينه الدار البيضاء في الرباط في مراكش جل المدن الان ليباتيت سي، ربما ان شاء الله من دابا واحد شهرين ولا ثلاث شهور ما يكونش مشكل، يعني كاين الدواء صافي، ما بقاش منه الخوف، ما بقاش. رغم ان الكثره الان كثره ديال التهاب الكبد سي، وخصوصا ملي كيكون في اعمار متاخره ومعاه يكون معاه السكري ولا يكون معاه مرض اخر، ثم كتكون الكارثه. لان كيقول لي السكري زائد هيباتيت سي مشكل، ولا كيولي الربو زائد هيباتيت سي، ولا كيولي يعني كارديو فاسكولار كيولي امراض القلب الشرايين زائد هيباتيت سي. بحال واحد السيده عندها صمامات، يعني هي عامله صمام ديال الحديد وعندها هيباتيت سي وعندها سرطان في الرحم. يعني الا بغينا يعني نداويو عبر الاكل، عندنا المشكل ديال القلب وعندنا السكري، يعني ما شاء الله، يعني بقينا نشوفوا عاد يعني الدواء الطبيعي تيكون عبر الاكل، خاصه تاكل ولا تشرب شي حاجه، ما يمكنش، ما عندناش الحقن الا الحقن الطبيعيه ديال النحل، ديال لسعات النحل اللي سمعتوا بها. الان ليباتيت سي ما بقاش مشكل، ولا الترانزاميناز تهبط من 120 حتى ل 32، ولات ليزونيتي ديال الفيروس واحد السيده في مراكش هبطت لصفر، صفر فيروس، ما كاينش يعني دواء حتى الانترفيرون حتى اللوزون. دابا اخر تقنيه هي لوزون، الناس سمعتوا بها في الانترنت، هي كيخرجوا الدم كيعالجوه بالاوزون وكيردوه للجسم، لوزوناسيون بحال معالجه المياه.
هي التريتمون الجديد ديال ليباتيت سي هي لوزوناسيون دي سون، يعني ولاو كيديروا الاوزون للدم، ولكن عليه طريقه باهظه الثمن وما معهاش مصائب، يعني ما عطاتهمش يعني نتيجه ديال الترانزاميناز يلاه كتنزل ل 66 70، يعني ما يعني ما قام مرتفع بزاف. النحل الان الناس الساعات ديال النحل عندهم صفر فيروس لي زونيتي ديال لي فيرال هادو صفر. كاين سيدات كثار ماشي غير، لدرجه ان وحده وصلت للترانزاميناز 36 وصلت لزيرو فيروس وبقات تتقرص. وشي مره غير بديك الفرحه ديالو كثرت ما عجب النحل مشات حتى ل 90 لسعه، وضعت 90 لسعه فوق البطن ديالها هاد السيده هذه، وتتضحك يعني قالت لك جيد، قالت لك ما كاينش دواء يعني نزل ليباتيت سي، وانا نزلت ليباتيت سي وانا بغيت نحل، عشقت النحل وبدات تتقرص، ولكن ما خصهاش تزيد في. يا ريت هاد التقنيه تشرحها لي، انا كاين الناس كثار اللي باقي ما عرفوهاش. كاين طريقه وعليا هي اول من تكلم على ساعات النحل هو هذا عبد ربي اللي امامك. كنت نتكلم عليها في محاضرات ما يفهموا الناس كلامي، والله ما فهم. من عام 1994 وانا اتكلم على الاعجاز العلمي في القران والسنه، وجدتها من يخرج من بطونها فيه شراب فيه شفاء، يخرج من بطونها شراب فيه شفاء للناس، ودخلنا مع الشراب دخلنا غذاء الملكه ودخلنا العكبر ودخلنا البولين ودخلنا سم النحل كذلك مع الشراب. فسم النحل عوض ما ناخذ السم ونحقنوه لكم يعني بابره حديديه، ممكن نحقنوه مباشرة بالنحلة، نخليو النحلة تلسع وتحقن لكم على الوزن. أنا كنعطي نحلة 10 كيلوغرامات، اللي عنده 60 كيلو كنعطيه 6 ديال اللسعات، ولكن لا مارج يعني الأقصى ما يمكن هو 9، وكاين اللي كيتحمل أكثر كيمشي ل 12، ممكن علي النحل ما يقتلش طبيعي، ولكن ما يمشيش ل 9 يعني من الأول، كيمشي 2 4 6 8 10 12. كيبقى طالع بشويه باش الجسم يبدا وعلى اللسعات ديال ليباتيت سي بالنسبه للنساء هي 6 الى 8 لمده 56 يوم كل يومين نهار ونهار لا، وبالنسبه للرجال كتمشي حتى ل 12 حتى هي لمده 56 يوم، والرجال ممكن يلسعوا كل نهار الا تحملوا، وممكن يلسعوا غير شهر عوض 56 يوم. اصحاب الربو عندهم 6 حصص تقريبا، عندهم 6 اسابيع تقريبا شهر ونص، عندهم تاوما 6-7 لساعات اصحاب الربو. اصحاب الربو ماشي الحساسيه، الحساسيه عندهم غير 4 حصص يعني عندهم صغار. الحلاقم ديال الدراري الصغار عندهم 4 حصص، تبول الاطفال عندهم 4 حصص، يعني اصحاب المتانه الاشخاص اللي كيمشيو شرف الله وقدركم لهذه المرحاض عده مرات في الليل عندهم تاوما 8 الى 10 حصص. سرطانات عندهم 16 الى 20 حصه، وكاين لا سكليروزون بلاك هي ما عندهاش دواء، الالزهايمر والبيركنسون والسكليروزون بلاك هادو ممكن يلسعوا من سنه الى 4 سنوات. اولا السكليروزون بلاك ما كتزيدش، لان السكليروزون ما كتزيد ماشي كتزحف كتقدر عليك يديك ما كتبقاش تهضر كتبدا ما تشوفش، يعني كاين ممكن يلسعوا من سنه الى 4 سنوات، ولكن في حدود سنه تكون السكليروز واقفه. 4 سنوات كيبدا يرجع الشخص اذا كان باقي العمر ديالو مزيان بحال 40 سنه ولا كيبدا يرجع الجسم الاصل ديالو جيد، يعني هذه الان ما باقي ما عندناش 4 سنوات في التجربه يلا بدينا، ولكن كاينه واحد البنت في اكادير الان عندها سكليروزون بلاك دابا لسعت 6 اشهر عندها تحسن، عندها تحسن. والعجيب 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 ليس غريب انما عجيب هو ان البرص الان يعالج بلسعات النحل. ممكن لساعات النحل تعالج البرص، وهذه هي معجزة الله أن البرص الآن يعالج بلساعات النحل. ممكن لساعات النحل تعالج البرص، وهذه هي معجزة الله سبحانه وتعالى في هذه الأشياء. لما يقول الحق سبحانه فيه شفاء للناس، ماشي نجي وحنا نقولوا خدنا العسل وما دارنا والو، لقد أشركت بالذي خلقك، لأن العسل ماشي هو، ولا لأن اللي باع لك العسل غاش، ولأنك أخذت العسل واللحم. فلا بغيتي تاخذ العسل يشفيك على الاقل جوع عاد خذ العسل، لا خديتي العسل مع اللحم ما تشفاش، لا خديتي الشاي مع المشروبات الغازيه لقد خلطت عملا صالحا اخذ سيء. يعني اللي اخلي ياخذوا الشاي كنظن في غنى عن هذه المشروبات الغازيه ولا نعم. اماكن ديال اللسعات كاين العنق وراء الراس، كاين العنق وكاين الكتاف كاين الظهر كله، وكاين البطن تحت الضلع والجناب، وكاين فوق الركبه فوق الركبتين، وكاين بالنسبه لصحاب الحساسيه اللي الانف ديالو كيقطر كيلسع وحده فوق الانف هون
ما يبقاش الانف ديالو يقطر غير وحده فوق النيف هي الاولى كنبداو بها هذه كنبداو بها كنقولوا بسم الله الاولى في النيف صحاب الحساسيه صافي ما كيبقاش الانف ديالو كيقطر وكاين اصحاب الربو ممكن يقرصوا حتى في رؤوسهم يعني حتى في الراس في الشعر والنساء اللي عندهم تساقط الشعر كيقرصوا في الراس في الشعر الربو بالدليل الربو هو الضيقه هذا يعني هادو اللي عندهم البولي ارت لي زارتروز تسعوا في اماكن اللي فيها الامان والاماكن اللي مضروره في الايدي والارجل اللي عندهم واللي عنده ليرني ديسكال ما كاينش ليرني ديسكال ما كاينش الدواء ديالها يعني المهم حل هاد الالام ديال الظهر اللي كيمشي للرجل هذه ليرني الان العلاج ديالها هو 21 يوم راحه تامه والنوم على الارض ولا ساعات ديال النحل سته كل يومين نهار ونهار لا ويعني مكان الظهر لا علي كاين في الدار البيضاء ما في مشكل اللي بغى يلسع في الدار البيضاء موجودين الناس اللي كيلسعوا ويعني ولكن مدينه العيون ما ادري اذا كان يسمعها واحد هنا ويعمل تجاره نعم لبلا والله غير يفيد الناس يخلصوا يعطيو 10 دراهم الحصه واللي غادي يعمل مثلا عشرات الحصص غادي تقام عليه ب 200 درهم لا 100 درهم 10 حصص 100 درهم يعني جيد مزيانه ليهم مزيانه للسيد الشفاء في الدار البيضاء دابا اماكن لسع النحل تفوق 24 موجوده كاين في الدار البيضاء نعطيك الهواتف والاسماء موجودين يسعوا اللي بدينا بهم اللي زول الانسولين وممكن للاطفال خصوص السكري اللي عند الاطفال لا قرصوا النحل ممكن يزولوا الانسولين واللي عندهم خصور الكلوي اللي عندهم دياليز اللي كيعملوا تصفيه ديال الدم 3 مرات في الاسبوع عندنا دابا اشخاص ولاو كيصفيو مره وعندنا اشخاص ربما يستغنيوا على الدياليز مدينه الشاون مدينه جبليه وكان الناس كيعانيوا من ارتفاع الضغط وعندهم الزيتون كيعانيوا من ارتفاع الضغط وعندهم كلهم عندهم الزيتون بداو تياخذوا الوراق يطبخوه ويشربوه كلهم ارتفاع الضغط ديالهم رجع كلهم ناس وجاوا لهذاك المؤتمر العلمي اللي كان تعمل في تطوان كانوا جاوا الناس كيشهدوا في المؤتمر لان كنت عامل الاعجاز العرض كنت عامله على الزيتون وكانوا الناس يعني يصيحون في القاعه تيقولوا والله انه يتكلم عن الحق والله انا ما فراسيش انا تكلمت في محاضره والناس مشاو هذا الكلام الحمد لله استفادوا منه لذلك قلت لازم نستفيد من الاعجاز ونستفيد من محاضره مش هكذا محاضره لاجل محاضره لما تحسون يا اخواني لما تحسون بالام في البطن وتحسون بانتفاق تحسون بغازات اول حاجه فكروا فيها هو الصيام الجوع لما يكون تسمم غذائي اسهال ولا تقيؤ راه الطبيب كتمشيو عندو راه التسمم كيكون كيميائي عندك توكسين ماشي ميكروب الا تيفويد تكون عندكم الحمه تكون سخانه الا كانت سخانه لا تما خصك تمشي للطبيب كاين لاباكتريم مجدينها يعني كيحقنوا لك ميلونج ديال الباكتريم بينيسيلين من بعد كيعطيوك لاباكتريم هذه انما لك الاسهال بارد اسهال وتقيؤ ديال تسمم غذائي عادي لا تروحوا للمستشفى يعني خليوا الاكل صافي حبسوا الاكل ممنوع اكل تسمم ممنوع الاكل لان الامعاء الجدار ديال المعي مصاب بالتوكسين وتعطيه اكل يعني ماشي غادي اما ترد اما اسهال داكشي اللي غتاكل تربيه هذه ما فيهاش الا كنت عندكم تسمم ها هو الدواء سهل قطعوا الاكل شربوا الماء لمده 24 او 48 ساعه ما يوقع لكم والو جيد فيه خير الرسول صلى الله عليه وسلم تيقول لك ما من شوكه تصيب المؤمن شوكة فيها خير والعلماء الآن أجمعوا على أن كل الأشياء الآن تزيد في المناعة إلا لسعك البعوض إلا لسعك الدباب إلا لسعك القمل والبرغوث وإلا تبقيتك شوكة وإلا جرحتي ولا تحت الأرض ولا كله يزيد في المناعة كل العلماء الآن أجمعوا على أن الأطفال في البادية هذوك الأطفال هذا استنتجها علي واحد شخص في فرنسا عمل بحث أن علي هي منشورة على كل حال هي منشورة على الانترنت وهذا الكلام اللي قلت ممكن تأكدوا بالانترنت يعني تقولوا راه فايد كذب علينا ممكن تمشيوا الانترنت وتكتبوا فليا القمل فليا FLEA بالانجليزية ولا EA بالفرنسية في الجوجل فليا وكليكي وغادي نشوفوا الأبحاث بالعربية منشورة بالعربية أبحاث بالعربية الآن العلماء القاو علاقة وطيدة ما بين الناس اللي كان فيهم ما غاديش نرجع نقول لكم تقملوا وتبرغتوا لا هاش أنا غير استنتاج هذا غير بحث هذا بحث علمي أجرية هذا يعني بحث العلماء من اللي كيعطيو بحث
خصهم النتائج ديالهم تعلن باش الناس يعرفوا. لقاو الناس اللي كان عندهم القمل والبرغوت في حوايجهم وفروشهم، وحتى الناس من المدينه كانوا كيجيو للباديه ويقرصهم البرغوت كانت تزيد المناعه ديالهم. كان هاد الاطفال دابا ولا عندهم الحلاقم، علاش؟ لان المناعه انخفضت، وكاين اطفال كياخذوا لاموكسيل وما كتقضيش لهم مع الحلاقم. علاش؟ لان المناعه منخفضه، لازم المناعه تطلع عاد تاخذ لاموكسيل، عاد تاخذ انتيبيوتي. اما اذا كانت عندك المناعه منخفضه لا، ولكن ماشي نديو الاطفال يقرصهم البرغوت، لا ماشي. انما الاطفال لازم يلعبوا، لازم يتوسخوا، لازم يشموا. واحد ان هذا الطفل لنا واحد لا مالادي كاينه في اليابان سميتها، اليابان سميتها واحد المرض سميتو لا مالادي دي تروب بروبر، دوك اللي نضاف بزاف. هذه تنشرت شي 3 سنوات في اليابان. يعني المهم انا ما جاتنيش غريبه، بالعكس انا البحث ملي لقيته، لان هذا الشيء اللي كتشوفوه هذه الشرائح راه ماشي انا اللي كنديرها، كاين دكاتره عندي في اللابوراتوار، يعني الاخت راه تعرف المختبر شنو فيه، راه كاين وكاين طالبات، ما عنديش طلبه ذكور، عندي طالبات والله طالبات. هذه اللي عملت هذه الشرائح حافظه لكتاب الله، هذه دكتوره، عندها دكتوره في لحوم الجمال وحافظه لكتاب الله هذه البنت هذه. يعني كاين ماشي انا اللي كيتكون عندي، كنقول ليه الدكتوره يلاه سو برودوي، خصك تعلم اشياء اخرى ماشي غير الدكتوره، خصك تعلم اشياء اخرى، تعلم اشياء تفيد الوطن، تعلم تفيد الناس، تعلم تادب مع الناس، تعلم تعطي لعباد الله، ماشي تعلم تعطي، هذا هو المهم. والحمد لله كيتعلموها، وان الدرجات ان الطلبه ديالي ماشي اجلهم واحبهم، يعني كنحتارهم هم لدرجه الخوف، كنخاف منهم والله الطالبة تشهدين، كان خاف من الطالبة دي، كان خاف من، وحتى الطريقة باش كيتكلموا معايا، هاي حتى الطريقة باش كيتكلموا معايا، كيتكلموا معايا بقوة، كيتكلموا معايا بقوة، قوة كأنهم كأنهم هم الأستاذ وأنا الطالب. علاش؟ خصو يتعلم يتكلم بقوة، لا مش يعني ما شاء الله. ولكن الحمد لله إلى حد الآن كاين صيادلة، كاين أطباء، كاين بياطرة، كاين مهندسين، كاين دكاترة في الجامعة، ديزا ديفيسيس كل شيء الحمد لله. حتى اللي ستاج ديال الكليه ديال السنه الثالثه كاين طلبه كنقبلهم عندي في المختبر، ماشي كنقبل غير الدكتوره، اي جميع الشرائح الحمد لله عندي، وعندي طلبه من جميع المناطق حتى من موريتانيا. دابا عندي طلبه موريتانيين من واديبو عندي في في في, في المختبر، وكاين الحمد لله كاين طلبه تونسيين دازوا عندي، كاين خير ان شاء الله. فانظروا نكمل لكم الخبر ديال العلم، لان الا جيت هنا خصني نجيب لكم شي حاجه، ماشي نجي نشرب اتاي في العيون ونمشي. ها لا 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 علي كلت بزاف، كلت بزاف في العيون، عرفتي غادي تزاد عندي الوزن، غادي تزاد الوزن، يعني فرقت ما شاء الله. الخبر اللي قال بان هاد لا مالادي ديال النظاف بزاف تيترو بروب الاولاد اللي كيغسلوا لهم بزاف، دابا كاين امريكي انشر، دابا انشر لقى علاقه بين كثره النظافه والسكري. سمعتوني نعاودها، كثره النظافه والسكري. وحنا في المغرب استنت يعني فهمنا هذا الامريكي شنو نشر، لان السكري ما كانش في الباديه، ما كانش السكري معروف في الباديه بالبتات في المغرب. ونتحدى شي واحد كان يقول لك كنعرف واحد عنده داء السكري في الباديه ديال المغرب في السبعينات والثمانينات، ودابا الان دابا في الباديه علاش؟ حتى هما ولا عندهم الماو الضو والحمام، وتا هما ولا عندهم كثره النظافه وهذه المصائب هذه ديال ازمته، وها المناعه ديالهم، وتا هما ولا عندهم الحلاقم، وتا هما عليا دابا بحكم هذا الماو الضو ولا معمم فداك الشيء، ولاو اطباء عندهم عيادات في الدواور دابا يعني في البادية، ولاو نفس الوتيره اللي غادي بها الويلات اللي